مباشرة على الهواء مع كارلا بخفيف نظيف. بونجور. بونجور لا صباح الخير. هون الأسئلة اللي وصلت. يلا جايري. رح جاير لك هون، فإذا بدنا نذكر إنه الاتصالات نحن بنستقبلها مباشرة وبيستفسروا معك، وعندك كمان كم بعد فعل. الأسئلة طبعا في الأسئلة على أن تخفيف الوزن هلأ صيف طبعا الأسئلة هل وقتها تمزج شي مع شي، هون مثلا الخميرة مع خميرة البيرة مع الحليب بتخفف الوزن، بضلني أنا برجع بذكر بقول ما في شي أنا فيه أخذه بخفف الوزن اجمالا، وقتها ما ناكل من بنخسر من وزننا، ما في شيء انا بقدر اخده بيدوب الشحم بالجسم، كل شيء بتسمعوه هيدا كليا خطا. مشان هيك ليلي سال هالسؤال بقول له لا، الخميره مع الحليب ما بتخفف من الوزن اصلا، ما بعرف شو طعمتها يعني، ما بعرف كيف بدها تطلع هالشربه او هالاكله. خفف اكل بخفف الوزن، خفف الوزن. وكمان في سؤال، هل بدهم سبورتس اند فود تيبس لتخفيف الوزن عن الخواصر او على ما يسمى كمان الويست اللي هو كمان الخصر اذا صح التعبير. اجمالا اي شيء نحن بنعمله بالرياضه بخلينا نخسر من وزننا مطرح ما في اكثر شيء دهن، يعني اذا موزع الدهن على الخواصر على الخصر تحديدا او البطن وقتها اخسر من وزني او اعمل سبار، اي سبار فيه امشي، فيه اسبح، فيه ارقص، كلهم هيدول بيروحوا الوزن عن الخصر. الخصر على كل حال كمان هبه بركي بتقدر تعطيهم تبس نهار الاحد. صحيح، وبيقدروا يعملون طبعا، تعطي تبس كثير حلوين بيقدر الواحد يعملهم بالبيت، بس اذا عند الشك الرأس كثير بفيد خاصة لمنطقة البطن، خاصة الرأس الشرقي. رأس الشرقي أكثر شيء بيساعد، وأي نوع رأس حتى الميوزك ورقصي عليه أحلى شيء، يعني بتعطي إنرجي كثير مهضومة وبتكون أنت مبسوطة. صح. بالنسبة للأكل رح أحكي كثير عن تبس إن شاء الله كمان خلال هالأسبوع لتخفيف الوزن، بس أهم شيء نقول نحن هلا بهالفترة بدنا نركز إنه هلا الطقس بيسمح انه بناكل تبوله، فينا نتعشى لبن وخيار، لو تغديت انا طبق معين نركز على الاشياء اللي فيها لبن، مثلا كوسه باللبن، كبه باللبن، حتى ولو لبن سخن كمان بيشبع وبتاكل كميه اقل وبيساعد انه الواحد يدخن. اللبن لكن في بعض الاشخاص بيحبوا ياخذوا اللبن بالصيف لانه بيبورد يعني، الا الاشخاص اللي ما بيحبوا اللبن سخن فينا نطبخه ونتركه ما ناكله سخن كثير، ناكله فاتر، بالعكس هيك بشبع وبنفس الوقت بتكوني ما عم تاكلي كميه كبيره لحتى تخسري من وزنك. من الوزن. كمان في عنا سؤال، شو اهم او الاطعمه الاكثر شيء لازم ننتبه لها او المغذيات اول 3 أشهر خلال فتره الحمل؟ هون اول شيء لازم نذكر كل السيدات انه باول 3 أشهر الوزن اللي بتزيده السيده بتزيده لها، مش انه تاكل عنا وعن الولد. صح. يعني بدها تنتبه انه وقتها تحس حالها زادت 2-3 كيلو اول شهرين هيدول مش للبيبي، لانه البيبي هلا صغير انجا الرزق انجا انجا سنتي او اقل، مشان هيك بدنا ننتبه انه ما نزيد من الوزن، واذا زاد الوزن ما نزيد اكثر من 2 كيلو اول 3 أشهر. اهم شيء طبعا نبتعد عن التدخين، عن الكحول، عن الادويه، ولا نوع دواء نكون عم ناخده بلا ما نستشير الطبيب. كثير مهم رولا انه تكون السيده عم تاخذ الفوليك اسيد، الاسيد فوليك. صح. اذا ما عم تاخده قبل ما كانت تحبل تبلش هلا تاخذ، وهون هلا بدنا نطلع على الشيء اللي ما بيعطي طاقه بس بيعطي غذاء كثير، يعني انا وقتها افكر باخذ كل يوم لنقول حبه مانج او كمشه كرز مع مشمش مع دراء مع موزه، هدول رح يفيدوني اكثر بكثير من ما مثلا اخذ كوب من العصير او كوب من الايس تي، هيك بدنا نفكر اكثر. بس كوب العصير اوقات بيكون هو بديل لل مزبوط، بس بتروحي كثير اشياء من يعني بتروحي فايبرز، بتصيري بتجوعي اكثر لانه السكر بس ما في الالياف اللي معه، وبالتالي بتصيري
بدك تاكلي اكثر، خاصه باول 3 اشهر بيصير في وحام كثير، بيصير السيده بدها اوقات تاكل اشياء غريبه عجيبه او ما في شيء جعبلها تاكله بس معين بس بدها تاكل بالمطلق، وهيدا الشيء كثير طبيعي، هيدا كله ناتج عن التغيرات الهرمونيه بجسم السيده وقت تكون اول 3 اشهر من الحمل. هلا طبعا برجع بذكر انه الليل اللي مثلا عم تلعى نفسها ما جعبلها حليب، هي بيكون نيالها لانه ما بتقعد فيها تاكل شيء، ما بتنصح بقى 3 شهور ما كثير نيالها رولا. ليه؟ لانه ببعض الاوقات تضطر هالسيده انه تدخل للمستشفى ليحطوا لها المصل اذا ما عم تاكل ابدا وعم تستفرغ، وطبعا الاستفراغ كثير مزعج. صح. من هيك انا بفضل تكون سيده جايه على بالها تاكل وعندها شهيه للطعام وتفكر بطريقه منطقيه الاشياء اللي لازم تاكلهم، لكن بنركز انه نقطع على القليله 5 حصص من الفاكهه والخضار، اذا كانوا مع على شكل عصير ما بيمنع بس بفضل يكونوا فواكه. نعم. يعني مثل الموزة، دراقة، كمشة كرز مثلا مع صحن تبولة، مع العلم انه بتكون تدبوا كتير على البقدونس، كترة البقدونس بتزيد من الكرامبس او من كل شيء خاصه مغص، يعني هو البقدونس في مادة بتزيد المغص، بقى ما بنكل كتير. بس هو حسب اذا عندها مناعة ام لا، لانه بتعمل هي التست. صح. لانه في منهم ما بيقدروا ياخذوا. هلا اذا بدك نرجع من كف الحديث، بس خلينا ناخذ اتصال من سهى. سهى صباح الخير. الو بونجور. بونجورين. في احكي مدام كارلا. يلا عم تسمعك. عم بسمعك سهى، تفضل. بدي اسال عن كبسولات الاوميجا 3، بنصحوا شيء؟ لا لا ابدا. في اخذهم يعني على طول ولا في اقطع مثلا؟ فيك تاخذيهم على طول. على كل حال انت وقت تقري على العلبه بتلاقي انه الحبه حبه الجليول يعني او الكبسوله ما معقول ما بتعطي، ما مفروض تعطي اكثر من 3-4 أو 5 كيلو كالوريز او وحده حراريه، بقى مبدئيا هيك المفروض او اقل، ما في مشكل ابدا. وعاده بننصح فيهم للاوميجا 3 لكل الاشخاص اللي عندهم استعداد يزيد تزيد الشحوم الثلاثيه، يعني تريجليسيرايدز يزيد بالدم، بننصح انه ياخذوا الاوميجا 3. على كل حال عم بيفيد لكثير من الامور، ل كانتي اوكسيدنت لشبكه العين، للدماغ، بالمطلق للصحه عامه، وخاصة للي ما بياكلوا سمك مثلا السردين. هلا موسم في كثير اوميجا 3، فينا ناكل سردين، طبعا فينا ناكل كل انواع السمك، بس في انواع معينه مثل التونه مثل السردين مثل السالمون اكثر شيء فيهم اوميجا 3. صحيح. اوكي ميرسي. يا اهلا، يعطيك العافيه. وين كنا؟ لكن كنا عم نقول انه للسيدات باول 3 اشهر اللي خاصه ما عندهم مناعه لكل شيء له علاقه بالخضره النيه. كنا عم نحكي على كمان اذا عملت التست ديبينز اذا فيها تاكل او لا خضره نيه. هون بدي اقول انه طبعا ممنوع تاكل خضره نيه برات البيت، بس اذا الواحد جاب على البيت مثلا بقدونس وبندوره حتى لو عندها مناعه؟ حتى لو ما عندها مناعه بتقدر تاكل بالبيت اذا هي غسلت. اذا عندها مناعه فيها تاكل برا وجوا، اذا محل نظيف بتعرفي. اذا شيء، بس انا شخصيا بخاف وبقول بلاش لو عندها مناعه بلا ما تاكل خضره نيه برا البيت، لانه ما بتعرفي شو معقول يصير وشو معقول قديش معقول المنتج يكون كثير معقم او لا. بالنسبه للاسماك سبق وقلت الاسبوع الماضي، لان كمان كان عندي سؤال عن هالموضوع، هل المسموح للسيد الحامل تاكل سمك ني؟ هو البكتيريا اللي هي بنخاف منها خلال فتره الحمل، سالمونيلا او الايكولاي او اي شيء ثاني او يلي بتعمل الليستيريا، موجوده اكثر باللحوم وبالدجاج وبالالبان والاجبان اللي غير معقمه. السمك ما في هالشيء، بس في اشياء ثانيه يفضل انه كمان ننتبه لها، مع العلم انه بعض الاطباء بيسمحوا لسيدات الحوامل ياكلوا سمك ني، انا بقول لهم لا كمان لا. لا. ناخذ امل. يا امل بونجور. بونجورين. بدي اسال الدكتوره كارلا، بنتي عمرها 30 سنه، عملت مخزون السكري طلع عندها 5.7، وهلا نعم. الدكتوره عم تعطيها دواء، بس هي قبل هلا كانت تعمل رجيم ما تضعف. نعم. يعني معناتها عندها ريزيستنس على الانسولين. هلا هي تاكل نشويات، وبدي اسمعكم من التليفون بليز لانه التلفزيون مش ماشي. اوكي. لكن بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مخزون السكر تقريبا على الحافه 5.7، يعني هو الماكسيموم للسته، طبعا نحن بنقول لهم بدهم ينتبهوا لانه ممكن هالشيء يتحول لمرض السكري. هلا
ما بنمنع النشويات، بالعكس بنقول اختاروا نوع النشويات المفيد. يعني انا بدل ما اخذ رز ابيض مع الاكل ببدله مثلا بالبرغل، برغل اصح بكثير وانفع، خاصه للاشخاص اللي عندهم ما يسمى بالبري دايابيتس او الحاله اللي قبل ما نصير عندنا سكري. مثلا اكيد بستبدل الخبز الابيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكامله، ممكن يكون قمح كامل، شوفان او غيره. المرقوق كثير منيح، ننسى اوقات انه نحن عندنا من اصح انواع الخبز، وخاصه المرقوق كثير منيح. طبعا المرقوق لونه على غامق، لان في عم بلاقي بالاسواق مرقوق ابيض، ما بعرف ليه ابدا، ولانه المرقوق اصلا معمول من الحبه كامله. هلا هل يا ترى لهالسبب ما عم تخسر من وزنها؟ هل يا ترى عندها انسولين ريزيستنس؟ ما بعرف. هلا بعض الاوقات الشخص بتكون عنده نتائج الانسولين عاليه او نسبه الانسولين عاليه بالدم لانه عنده وزن زائد. بقى ما بنعرف ليش الواحد الانسولين عنده عالي. هل الانسولين عالي يعني عنده انسولين ريزيستنس، هالشي ما بيخليه يخسر من وزنه، او العكس لانه وزنه عالي عم بيخلي الانسولين نسبه الانسولين تعلى بالدم. على كل حال الحل هو انه نخسر من وزننا، كله بيرجع للطبيعه، ومثل ما قلنا بننقي النشويات المفيده بدل السكر، وما بنوقف كل انواع النشويات لانه حرام. هذا الشيء مش منطقي يعني لفتره طويله يعني. على كل حال رح نكفي كمان مع مريم. مريم صباح الخير. مريم عم تسمعينا؟ الو. ايه الو بونجور. صباح الخير. صباح النور. في احكي مدام كارلا؟ عم تسمعك، تفضلي مريم. بدي بس سؤال، شو اللي بيساعد انه البطن يصير في بطن وخواصر؟ البطن يروح؟ هيدا السؤال؟ اي اوكي. هلا اهم شيء برجع بقول سبق وقلت، كل شيء في طاقة مركزة، يعني إذا عم ناكل شيء في سكر كثير، إذا عم ناكل شيء فيه دهن كتير، هذا الجسم ما بيقدر يحرقه بسرعة، ودغري بيمتصه وبيخزنه حول البطن. هلأ عم بلاحظ أنا في ظاهرة أنه كل الأشخاص صايرة عم تشكي من البطن أكثر من الورد، ودائما عند السيدات بعمر معين صحيح ببلش البطن بعد البيريد، يمكن ما من بعد ما تقطع البيريد، بس حتى رولا عم شوف صبايا عم بيكون عندهم مشكله بطن اكثر، وهيدا راجع اكثر شيء لانه صار لنا فتره عم نشرب كثير اشياء فيها سكر. يعني اوكي بصير بخفف من امور ثانيه، بس بعوض بكل السوائل اللي في هي فيها سكر كثير. سؤال، ما في قصص بديل عن اشياء بناكلها؟ يعني مثلا من الخبز، هلا كنا عم تقول الخبز، في خبز مثلا خبز الشوفان، خبز الشوفان او لا، حتى مثل ما قلت لك التنور او التنور او المرقوق، ما مش ضروري يكون ماده الشوفان، لانه دائما الناس ما بتحب الشوفان. ايه يكون دائما في بديل، انه بدل ما يكون هذا النوع اللي عم ناكله ناخذ هذا الشيء ثاني. صحيح. واهم شيء برجع بذكر رولا كل الصبايا والسيدات يلي بياخذوا كثير مشروبات غازيه، هلا اوكي يلي ما فيها سكر ما رح تنصح، ما رح تعطي بطن، بس بتنفخ، وهيدا نحن ما بدنا اياه، بدنا نتكل نشرب مي. وليلي ما حضر حلقه الجمعه، اعطيت افكار كثير للي ما بيحبوا يشربوا مي، شو يعملوا؟ انواع من الشراب الصحي من دون سكر ومنكه لحتى يشربوا مي اكثر. وحتى برجع بذكر مش انه اذا شربت عصير طبيعي احسن، عصير الطبيعي بياخذ كثير من سكر الفاكهه، وبنرجع بنوقع بنفس المشكله. صحيح. والشيء الثاني اللي عم بلاحظه انه ثلاث ارباع الوقت عم نكون قاعدين، وقت نكون قاعدين ما منشد عضله البطن، ومشان هيك عم بيصير في ترهل وارتخاء ومشكله بطن اكثر. قبل كنا نتحرك اكثر، وكان في شو ما عملتي وقتها تتحركي ولو مشيتي لو عم بتشد البطن عم بيصير في نوعا ما هيك حركه، او عم بيصير عندنا عضله البطن عم بتصير اقسى. من هيك قد ما فيكم تحركوا، خاصه الاشخاص اللي عندهم مشكله على المعده والبطن والخواصر. شكرا لك. شكرا لكل اللي اتصلوا كمان اليوم، ما رح نرجع نشوفك نحن اكيد بكره الله يرضى. رح نتوقف مع بريك، ومن بعدها بنكون مع كيندا كمان، ارض ورد واتصالات.